مساء الخير جميعا. كثير أنا مبسوطة اليوم لأنه حكرم اليوم أيقونة من أيقونات الخليج العربي. السنة الماضية أنا كنت مكرمة من قبل ضيافة، فأنا بتمنى للضيافة الاستمرارية بهذا النجاح والتألق. بشرفني اليوم التواجد معاكم في دار الخير دار زايد، وعام الخير عام زايد. بيزيدني الشرف أنه أقوم بتكريم أيقونة الخليج والوطن العربي المتربعة دائماً على عرش الشاشة الخليجية من خلال أعمال لاقت بصورتها المشرفة والمبهرة اللي بننتظرها جميعاً وبتجديد مستمر في المستقبل القريب إن شاء الله. كيف لي أن أختصر مسيرة 54 عاماً من العطاء جذورها غرست عام 1964 بمسلسل عائلة برسوم، لتتفتح آخر أزهارها عام 2017 بمسلسل رمانة. مسيرة من العطاء اللامتناهي بدأت بالإضراب عن الطعام، محاولة إقناع والدتها دخول معترك الفن، لتحصد خلال مشوارها الكثير من الألقاب والجوائز، وتقدم للفن الخليجي أهم المسلسلات والمسرحيات والأفلام كتابة وتمثيلا. شكلت ثنائيات تركت بصمة لدى المشاهد الخليجي. حياة، أنت حياة الدراما الخليجية ونبضها وشموخ عزها. أنحني إجلالا وفخرا لكل ما قدمت وعانيت وصبرت، فاستحقيت لقب سيدة الشاشة الكويتية الخليجية والعربية. حياة الفهد. حياة الفهد، أهلا وسهلا بك في ضيافة. صدفة فتحت أمامي حلم التمثيل والنجومية الخليجية مع فرقة أبو جسوم، لكن والدتي مانعت بشدة. ساندني أخي بعد إقناع أبو جسوم له، وبدأت رحلتي الفنية والإعلامية في التلفزيون والمسرح والإذاعة. بين الدراما والتراجيديا والكوميديا تنوعت أدواري، وشكلت ثنائيات فنية ناجحة. عتاب هو ديواني الشعري الوحيد، لكن كتاباتي الدرامية عديدة. أما المسلسلات والأفلام والمسرحيات والجوائز فكثيرة جدا، ولازلت أطمح للمزيد. ففني هو عمري، وعمري هو الكويت الحبيبة. أنا سيدة الشاشة الخليجية، حياة الفهد. شكراً لدولتي الحبيبة الإمارات، شكراً لدبي حبيبة قلبي ديرتي، شكراً لدكتور ميشيل والمنظمين على هذا المهرجان الجميل. وأنا جداً سعيدة بتكريمي في سنة زايد الخير. شكراً لكم كلكم على حضوركم. إحنا اللي بنتشرف بوجودك ست حياة الفهد، أيقونة الخليج والوطن العربي كله. كلنا بنفتخر فيكي، ويا رب يعني أنا بتمنى كل الفنانين يحذوا حذوك في هذا الفن الراقي الجميل. شكرا ليكي ست حياة الفهد. شكرا.